أهلا بكم أعزائي الطلبة في دروس الفيزياء للصف الثاني عشر، ودرس هذا اليوم درجة الحرارة والحجم وقانون شارل واحد. أهداف هذا الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على: أولا، يستنتج العلاقة الرياضية بين درجة الحرارة للغاز وحجمه عند ثبوت ضغطه من خلال تجربة افتراضية. ثانيا، يذكر نص قانون شارل بلغة علمية سليمة. وثالثا، يرسم بيانيا العلاقة بين درجة حرارة الغاز وحجمه عند ثبوت ضغطه مستخدما كل من المقياس السيليزي ومقياس كلفن. وأخيرا، يطبق العلاقة الرياضية لقانون شارل في حل الأسئلة بدقة. عزيزي الطالب، اكتسبت بالونات الهواء الساخن شعبية واسعة، وشاع استخدامها كثيرا في الأماكن السياحية، ولكن السؤال هنا: كيف تطفو بالونات الهواء الساخن؟ وما تأثير درجة الحرارة للغاز داخل البالون على ارتفاع البالون للأعلى؟ هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله من خلال درسنا لهذا اليوم عن قانون شارل. في البداية عزيز الطالب، تذكر أن المتغيرات الفيزيائية التي تؤثر في سلوك الغازات هي الحجم، وكما مر معنا يقاس بوحدة المتر مكعب، ثم الضغط ويقاس بوحدة باسكال أو ما يعادل نيوتن بير متر سكوير، ودرجة الحرارة وتقاس بوحدة الكلفن، وكمية المادة وتقاس بوحدة المول. تذكر عزيزي الطالب بأن قوانين الغازات هي علاقات رياضية تصف سلوك الغازات في ظروف محددة، وتنطبق على الغازات المثالية دائما وعلى الغازات الحقيقية في ظروف معينة. تساعدنا هذه القوانين في متابعة سلوك الغازات والتحكم فيها. أهم هذه القوانين قانون شارل، والذي درس العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة عند ثبوت ضغطه، وقانون جيلوسك، والذي درس العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة عند ثبوت حجم الغاز، وأخيرا قانون بويل، والذي درس العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبوت درجة الحرارة. وفي درس هذا اليوم عزيزي الطالب، سوف نقوم بدراسة قانون شارل، أي العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة عند ثبوت الضغط. قانون شارل، والذي درس العلاقة بين درجة الحرارة وحجم الغاز عند ثبات الضغط. لاحظ عندي عزيزي الطالب هذه التجربة الافتراضية: لدينا كمية من الغاز داخل وعاء، ضغط الغاز ثابت. لاحظ ماذا يحدث عند ازدياد درجة الحرارة: تزداد سرعة الجزيئات وتزداد طاقة حركتها، فتزداد المسافات البينية ويزداد حجم الوعاء، أي أن العلاقة طردية بين درجة الحرارة وحجم الغاز عند ثبات ضغطه. لاحظ عندي عزيز الطالب ماذا يحدث عند تقليل درجات الحرارة: تقل سرعة جزيئات الغاز وتقل المسافات البينية بينها، فينكمش حجم هذا الغاز. إذن عند ثبوت ضغط الغاز
فإن الزيادة في درجة حرارته يتبعها زيادة في الحجم، أي أن العلاقة طردية بين درجة الحرارة وحجم الغاز عند ثبوت الضغط، كما أن النقصان في درجة الحرارة يتبعه نقصان في الحجم. يسمى هذا القانون الذي يصف العلاقة بين درجة الحرارة وحجم الغاز عند ثبوت الضغط بقانون شار، على اسم العالم الفرنسي جاك شارل. النتائج التي توصل إليها العالم شارل من خلال دراسة العلاقة بين درجة الحرارة للغاز وحجمه عند ثبوت الضغط: تتناسب درجة الحرارة الغاز طرديا مع حجمه عند ثبوت الضغط، وهذا ما رأيناه في التجربة الافتراضية، ويكون شكل العلاقة الرياضية بين درجة الحرارة على المقياس السيليزي والحجم علاقة خطية كما في الرسم المجاور. ولتفسير هذه العلاقة الطردية بين درجة الحرارة والحجم، فعند زيادة درجة الحرارة تزداد سرعة جزيئات الغاز وتزداد طاقة حركتها، فتزداد المسافات البينية بينها فيتمدد حجم الغاز. وكذلك إذا قمنا بتقليل درجات الحرارة فإن طاقة الحركة لجزيئات الغاز سوف تقل، وتقل المسافات البينية وينكمش حجم الغاز. والآن يمكننا عزيزي الطالب صياغة قانون شارل: يتغير حجم كمية معينة من الغاز طرديا مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الضغط، أي أن V طرد مع T، وإذا قمنا بالقسمة على T إذا V over T يساوي constant، أي زيادة في درجة الحرارة يقابلها زيادة في الضغط، فتبقى العلاقة ثابتة. وإذا كان لدينا غاز عزيز الطالب في درجة حرارة T1 وحجمه V1، ثم تغيرت درجة الحرارة إلى T2 فأصبح حجمه V2 عند ثبوت الضغط، فإن العلاقة تصبح V1 over T1 equal V2 over T2، حيث V1 over T1 الحجم ودرجة الحرارة قبل التغيير، و V2 over T2 الحجم ودرجة الحرارة بعد التغيير. وتذكر عزيزي الطالب أن وحدة قياس الحجم هي متر مكعب، ووحدة قياس درجة الحرارة هي كلفن. والقيم المستخدمة لكل من الضغط ودرجة الحرارة في قوانين الغازات هي القيم المطلقة. والآن أعزائي الطلبة سوف نقوم بدراسة العلاقة البيانية بين درجة الحرارة للغاز وحجمه. أولاً سوف نقوم بدراسة العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة على التدريج السيليزي أي المئوي. لاحظ هنا بأن العلاقة خطية، وإذا أردنا معرفة متى يتقاطع هذا الخط مع محور درجة الحرارة، نلاحظ هنا أن الحجم ينعدم عندما تكون درجة الحرارة ناقص 273 سيليزي، أي ما يعرف بالصفر المطلق. إذن ينعدم الحجم نظريا عند ثبوت الضغط على النظام السيليزي عند درجة حرارة ماينس 273 ديجري سنتيغريد. ودعونا الآن ندرس العلاقة البيانية بين درجة الحرارة للغاز وحجمه على تدريج كلفن. لاحظ هنا عزيزي الطالب أن حجم الغاز ينعدم عند زيرو كلفن، وهو ما يسمى بالصفر المطلق. ما هو الصفر المطلق؟
الصفر المطلق عزيز الطالب هو درجة الحرارة التي يتلاشى عندها حجم الغاز نظريا عند ثبوت الضغط، ويكون قيمته في التدريج السيليزي minus 273 degree centigrade، ويكون قيمته على تدريج الكلفن 0 كلفن. كما تعلمون أعزائي الطلبة، فإن درجة الحرارة تقيس الطاقة الحركية المتوسطة والعشوائية لجسيمات الغاز، فعند انخفاض درجة الحرارة تبطأ سرعة جسيمات الغاز حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة الصفر المطلق، وعندها تكون حركة الجسيمات عند أقل سرعة تسمح بها ميكانيكا الكم. فإذا الصفر المطلق هو أقل قيمة طبيعية لدرجة الحرارة يمكن الوصول إليها عمليا، ولا يمكن لدرجة الحرارة أن تكون دون الصفر المطلق، أي لا توجد قيم سالبة لدرجة الحرارة على مقياس كلفن. درجة الصفر المطلق هي درجة الصفر على مقياس كلفن 0 كلفن، وتساوي على المقياس السيليزي minus 273 degree centigrade. دعونا الآن أعزائي الطلبة نقارن بين درجة الحرارة على المقياس السيليزي ودرجة الحرارة على مقياس كلفن. الصفر المطلق كما مر معنا في مقياس كلفن 0 كلفن، وفي المقياس السيليزي minus 273 degree centigrade. درجة التجمد للماء 0 ديجري سنتيغريد في مقياس السيليزي و 273 كلفن، بينما درجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية وهي 373 كلفن. لاحظ هنا عزيزي الطالب أن مقدار التغير في درجة الحرارة في النظام المئوي أو السيليزي هنا 100 يقابله نفس مقدار التغير في المقياس على كلفن أيضا هنا 100. إذن مقدار التغير في المقياسين متساوي، فلو زادت درجة الحرارة 100 في مقياس كلفن تزداد 100 في مقياس المئوي أو المقياس السيليزي. للتحويل بين درجة الحرارة على مقياس كلفن والدرجات المكافئة لها على المقياس السيليزي TK equal TC plus 273. ولاحظ هنا عزيزي الطالب أن وحدة قياس السيليزي يكتب عليها ديجري سنتيغريد، بينما وحدة قياس الكلفن يكتب عليها كلفن ولا يكتب عليها ديجري أي درجة. والآن أعزائي الطلبة يمكننا الرجوع مرة أخرى للإجابة على سؤال التمهيد: كيف تطفو بالونات الهواء الساخن؟ وما تأثير درجة حرارة الغاز داخل البالون على ارتفاع البالون للأعلى من خلال التجربة الافتراضية وقانون شارل؟ يتم تسخين الهواء داخل البالون فتتباعد جزيئاته ويزداد حجمه طبقا لقانون شار، وعند زيادة حجم الهواء داخل البالون تقل كثافته فيرتفع للأعلى. والآن أعزائي الطلبة سوف نقوم بحل بعض الأسئلة والتدريبات على قانون شارل. مثال رقم 6 صفحة 67 في الكتاب المدرسي: يحتوي بالون هواء ساخن على كمية من الهواء حجمها 10 متر كيوب ودرجة حرارتها 25 درجة مئوية أو سيليزية، إلى أي درجة حرارة يجب أن يسخن الهواء بحيث يصبح حجمه النهائي 30 متر كيوب؟ المعطيات: لدينا الحجم الأول V1 ولدينا T1 بالنظام السيليزي ويجب تحويلها إلى كلفن، لدينا V2 والمطلوب درجة الحرارة النهائية T2. إذن
بفرض أن ضغط الغاز ثابت، نستخدم قانون شار V1 over T1 يساوي V2 over T2. V1 10 over 25 plus 273، نقوم بتحويل درجة الحرارة إلى كلفن، يساوي V2 وهو 30 over T2، وبعمل كروس برودكت نجد أن T2 equal 894 كلفن. وإذا أردنا أن نجد درجة الحرارة بالنظام السيليزي، إذا TK equal TC plus 273، إذا TC equal TK minus 273، ومنها نجد أن T2 equal 621 درجة مئوية أو درجة سيليزية. السؤال التالي: سخن غاز تحت ضغط ثابت من درجة حرارة 300 كلفن إلى 400 كلفن، فزاد حجمه بمقدار 200 سنتيمتر كيوب، احسب الحجم الأصلي للغاز. المعطيات لدينا T1 بالكلفن ولدينا T2، ولاحظ هنا عزيز الطالب أن حجمه قد ازداد، إذن هنا مقدار التغير في الحجم أي دلتا V. المطلوب الحجم الأصلي أي V1. بما أن الضغط ثابت، إذا نستخدم قانون شارل V1 over T1 equal V2 over T2. V1 مجهول، T1 300 كلفن، V2 ما هو إلا V1 plus 200، لأن الحجم زاد بهذا المقدار over 400، وبعمل كروس برودكت لدينا 400 V1 equal 300 V1 plus 60,000، إذا 100 V1 equal 60,000، ومنها نجد أن V1 equal 600 سنتيمتر كيوب. انتهى درس هذا اليوم أعزائي الطلبة، وأتمنى لكم دوما التوفيق والنجاح والسداد بعون الله. نراكم بعون الله في درس قادم.